بكم مرحبا بكم في احضان جمعيه ناس الخير باريكه، جمعيه ناشطه معروفه بالنشاط تاعها. راكم معنا في مشروع اطعام عابري السبيل. المشروع هذا راه كما نقولوا راه ماشي والحمد لله. عندنا في رمضان هذا كما نقولوا حنايا برنامج هذا يتمثل في قفه رمضان. عندنا واحد 200-250 قفه نوزعوها في البداية، وعندنا إفطار عابري السبيل، عندنا الختانة ليلة 27، عندنا الكسوة الأيام الأخيرة من رمضان. عندنا هنايا كل يوم كاين كما نقولوا هنا في كتيف كيجيو هنايا يوكلوا ويطعموا الناس، من بينهم بني مزاب هذو عنده نهار يجيو يوكلوا فيه، يجيبوا ماكلتهم معاهم، يجيبوا في كتيفهم معاهم. احنا باسم جمعيه افلح الاباضيه كما تسموها بني مزاب، عندنا نهار الثلاثاء لنا الشرف نخدموا مع جمعيه ناس الخير، مدونا اسم نهار نخدموا فيه، لنا الاجر ولهم اجر ان شاء الله، وتقبل الله اللي كل شيء يساهم في حاجه صغيره ولا كاين عندنا مواطن عندها مواضبه ربي في الجمعيه الطيب لهم ديما. ندعو ان شاء الله القبول ان شاء الله ويباركها في وليدتها ان شاء الله، ونقول له مش اطعام هنا عبر السبيل، كاين اللي محتاجين يجي ياكلوا هنا، وكاين الناس مساكن هنا يخدموا في يعسوا في باركات مساكن، ولا يمدوا لهم ربي يبارك وبارك الله فيكم. صح، رمضانكم مشاهدينا الكرام، كل عام انتم بخير، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم.